للمتابعة ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي أمير الدعمي مباشرة من عمان. أهلا بك أستاذ أمير. أستاذ أمير، كان معنا قبل قليل المحلل السياسي مفيد الساعدي الذي رجح حلحلة الأزمة بعد نزول الصدر إلى الشارع. كيف يعني تقرأ المشهد من جانبك؟ هل ترجح يعني اتجاه المشهد في الشارع إلى الهدوء في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات؟ نعم، تحرك سيدي الكريم المشاهدي قناة الفلوجة. يعني قد أختلف مع ما قاله ضيفكم بخصوص حلحلة الأزمة. بالعكس، اليوم وجود السيد الصدر في النجف ودخوله مع المتظاهرين هو أعطاهم إصرار وعزم أكثر بأن هناك من يدعمهم وهناك من يقف مع المتظاهرين ومطالبهم. هذا من جهة. من جهة ثانية، أنا أعتقد اليوم السيد الصدر أطلق رصاصة الرحمة على حكومة السيد عادل عبد المهدي عندما خاطبه بصريح العبارة ارحل. بالتالي اليوم هي مسألة وقت لحكومة السيد عادل عبد المهدي بالرحيل. هناك يعني اتفاق شبه تام بين الكتل السياسية، خصوصا من تقف مع المحتجين ومطالبهم. كلما أصرت الحكومة على تجاهل مطالب المحتجين وعدم قدرتها على تلبيتهم، كلما أصر المحتجين بتواجدهم في ساحة التحرير. كانت بداية المطالب في 1/10 هي توفير الخدمات وفرص العمل وما غير ذلك. في يوم 25 وبعد الحزم الإصلاحية الهامشية من قبل السيد عادل عبد المهدي، كان هناك الرد في يوم 25 بأن سقف المطالب قد ارتفع برحيل السيد عادل عبد المهدي، على اعتبار الرجل اليوم عاجز ومسلوب الإدارة من تلبية مطالب الشعب العراقي والمحتجين وتوفير حلول جذرية تنقذ البلد من عملية سياسية قيصرية ولدت معاقة طيلة 16 سنة. وبالتالي أنا أعتقد اليوم سيد عادل عبد المهدي قاب قوسين أو أدنى، هي مسألة وقت، خصوصا أنه اليوم في بيروت استقالة الحريري عبثت الطريق في بغداد لاستقالة سيد عادل عبد المهدي. سيد أمير الدعمي، يعني نزول نقابات إلى الشارع، دعم مؤسسات المجتمع المدني الذي بدأ بنقابة المعلمين، اليوم نقابة المحامين، كيف سيساهم ذلك في تعزيز موقف الشارع برأيك؟ يعني الحقيقة في تاريخ العراق هناك عديد من الصفحات، واليوم شباب المحتجين والعراقيين من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال هم يعني يسطرون أروع الملاحم ويكتبون التاريخ من جديد. وبالتالي يعز علينا كنقابة محامين أن لا نجد بين السطور ذكر لنقابة المحامين بمواقف مشرفة. وبالتالي اليوم موقف نقابة المحامين ونقابة المعلمين هو يعزز اليوم من مطالب المحتجين. نحن جزء من هذا الشعب العراقي، وبالتالي نحن مع مطالب الشعب العراقي، وأساس مطالب الشعب العراقي هي أن تلبى من قبل الحكومة، وهي وسيلة من وسائل الضغط على الحكومة. اليوم إيقاف المحاكم هو شلل العمل القضائي وشلل العمل الحكومي. بالتالي هذا يعزز من مطالب المحتجين باتجاه تنفيذها من قبل الحكومة. طيب، والكتل السياسية. بالمناسبة اليوم خلينا نكون صريحين ومنصفين وللتاريخ، لا يتحمل حكومة السيد عادل عبد المهدي كل هذه الإخفاقات، لكن الوقت هو من جاء بالسيد عادل، هو الوقت السيء اللي جاء بالسيد عادل عبد المهدي في ظل تراكمات 16 سنة. وبالتالي حصل ما حصل، ولا أخلي مسؤولية الكتل السياسية بالبرلمان وعجز البرلمان عن إيجاد حلول ودعم لحكومة السيد عادل عبد المهدي لما وصلت إلى الحال اللي وصل إليه اليوم الشارع. نعم سيد أمير، يبدو أن الشارع مدرك لهذه النقطة التي أشرت إليها في حديثك، أن حكومة عادل عبد المهدي لا تتحمل كافة المسؤولية. الشارع يدرك بأن هناك خلل في النظام السياسي برمته. هل تعتقد أن الحلول القادمة ستشفي غليل الشارع، ستحقق مطالبه التي على رأسها تغيير الدستور، تغيير قانون الانتخابات؟ هل تتوقع ذلك؟ يعني أعتقد أنه ستسحب فتيل الأزمة، خصوصا إذا كانت الحلول واقعية وحقيقية وليست هامشية ومجرد حبر على ورق. صوت الدستور من حيث المبدأ على هذه الحلول، لكن نحن نريد أن تكون هذه الحلول واقعية. القوانين التي صوت على إلغائها أو تعديلها ليس فقط بقرار، يجب أن يكون هناك تشريع لقوانين، لأنها سنت بقوانين ولا تلغى إلا بقوانين. وبالتالي نعم، أنا أعتقد اليوم حل مفوضية الانتخابات اللامستقلة هو مطلب أساسي، تعديل قانون الانتخابات هو مطلب أساسي، تعديل الدستور مطلب أساسي، بالتالي إلغاء مجالس المحافظات مطلب أساسي وهو أساس مطالب المحتجين.
وتبقى أن تجري الانتخابات بوقت مبكر، هذا يعني حل جذري لكل مشاكل العراق. على اعتبار اليوم الطبقة السياسية لم تعي بعد أن الشعب العراقي استفاق من غيبوبة 16 سنة، وبالتالي أفرز وفرز من هو الصالح من الطالح. لذلك أنا أعتقد الانتخابات القادمة إذا ما جرت وفق هذه السياقات بعد التعديلات المهمة، أعتقد أن سننهض من كبوة طالت 16 سنة. طيب سيد أمير، أشرت في إجابتك الأولى لتطورات الحدث في الشارع اللبناني واستقالة سعد الحريري، هذا يطرح سؤال مهم: المجتمع الدولي، تأثير الإقليم على ما يجري في الشارع العراقي، خصوصا يعني الأطراف المتصارعة في داخل العراق، إيران وواشنطن، حتى الآن هناك غياب للتصريحات الرسمية من قبل هذين الطرفين على عكس ما حصل في بداية أكتوبر، ما رأيك بذلك؟ يعني الأطراف الدولية المتصارعة في العراق هي تحاول أن تبقى الحال على ما هو عليه، لكن هذه الأطراف مهما كانت قوتها لا يمكن أن تقف باتجاه إرادة شعب، باتجاه إرادة أحرار، وبالتالي اليوم أنا أجدهم عاجزين. اليوم صمت المجتمع الدولي المخزي اتجاه ما حصل للمتظاهرين يعني يثبت أنه لا إرادة للمجتمع الدولي على يعني المتظاهرين أو على الحكومة. من يتهم المتظاهرين بأنهم مدعومين أمريكيا، أنا أقول إلى اليوم لو كانوا فعلا مدعومين أمريكيا أو وفق أجندات أمريكية، لما بعد كل هذه الدماء اللي سالت من المتظاهرين لما بقت الحكومة بتغريدة واحدة من ترامب. لكن أنا أعتقد اليوم ترامب بعيد كل البعد عن المشهد، هو فقط متفرج، بالتالي لا يمكن اتهام المتظاهرين بأنهم مدعومين أمريكيا. بالمقابل هناك صراعات إقليمية داخل العراق وهي تحاول أن تحد من هذه الاحتجاجات والتظاهرات، لكن لا يمكن أن تقف بوجه إرادة شعب استفاق من غيبوبة، وبالتالي سيبقون عاجزين عن التأثير على هذه الاحتجاجات والمظاهرات. إذن هناك تخبط في المطبخ الإقليمي يشبه إلى حد ما التخبط الموجود في داخل المطبخ. هم متفاجئين وليس تخبط سيدة الكريمة. نعم. هم متفاجئين من إرادة الشعب وصوت الشعب العراقي وليس متخبطين. نعم، قد تكون الصدمة لهم أن يكون هناك هذه الأصوات التي استمرت. الحكومة وهذه الدول الإقليمية تراهن على أنفاس المتظاهرين والمحتجين، لكن كلما زادت إصرار الحكومة ببقائها كلما أصر المحتجين والمتظاهرين على استقالة الحكومة. السيد أمير الدعمي المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك.